10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وانطلاق مباريات مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف ثلاث نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتحضير التعليقات. بالصلاة والسلام على نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم مازامبيا الكونغولي أمام وليدية الجزائر الجزائري ضمن منافسات الجولة الأولى ودوري أبطال إفريقيا. المباراة على استاد مازامبي، القناة الناقلة بين سبورت والمعلق محمد المبروكي. توقيت المباراة عصر اليوم الثلاثاء، في الثانية بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الثالثة بتوقيت القاهرة والسودان، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة. يذكر بأن مولودية الجزائر يأتي في المجموعة الأولى برفقة الهلال السوداني ومازامبيا الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني. توقع معنا في التعليقات من ينتصر في هذه المباراة ويخطف ثلاث نقاط مهمين ومنافسات الجولة الأولى ودور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.